اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله حلقات توب 10 ويكلي ترندز. في سلسله الحلقات دي بنتكلم على اعلى 10 نيتشات ممكن تصمم عليهم الاسبوع ده. النهارده 23/6/2021 بدايه اسبوع الترندات، فاتمنى من ربنا انك تعرف تحقق مبيعات كويسه على النيشات دي. السلام عليكم ورحمة الله، أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة لك هنا في القناة، فأنا بعمل فيديوهات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص البرنت أون ديماند أو الطباعة عند الطلب. طبعا زي ما تعودنا في سلسلة حلقات توب 10 ويكلي ترندز، انا عليا اعمل الريسيرش على الترندات والنيشات اللي عليها منافسه قليله واللي انت ممكن تحقق منها مبيعات، وانت عليك الريسيرش على الكوبي رايت والتريد مارك، وبعد كده تبتدي تصميم. قبل ما ابدا الفيديو حابب افكركم بالتصويت للسلسله التعليميه القادمه، واللي هتكون بين ثلاث مواضيع. اول موضوع هو موقع زازون، ثاني موضوع هو موقع امازون كي دي بي، وثالث موضوع هو السوشيال ميديا ماركتنج. فلو انت حابب ان السلسله التعليميه القادمه تتكلم في واحد من الثلاث مواضيع دول، قول لي تحت في الكومنت ايه هو الموضوع اللي انت محتاجه اكتر من التاني، وانا ان شاء الله احسب صوتك، واول ما نجمع الاصوات هنبتدي نجهز للسلسله ديت ونعمل الفيديوهات على طول. اول نيش معانا ايه الاسبوع ده هو ريترو ديتونا بيتش. ديتونا بيتش ده شط من شواطئ في مدينه ديتونا في ولايه فلوريدا الامريكيه. بعمل كده ريسيرش بسيط وشوف اهم المعالم بتاعه الشط دوت، بحيث تعرف وانت بتعمل ازاي تحط المعالم ديت، يعني بيتميز بالنخيل، بيتميز بالرمله، بيتميز بالامواج. شوف ايه اللي بيميز الشط دوت او ايه اللي بيخلي الناس تنجذب للشط دوت، وتحط الاليمنتس ديت في الديزاين بتاعك. الريترو ده نوع ديزاين، فطبعا من الواضح ان الديزاينات كلها هتبقى في خلفيه الريترو او الريترو سيركل او حتى التاتش بتاع الريترو، حاجه زي كده. مثلا الديزاين دوت مش ريترو سيركل، بس ده معمول بستايل الريترو اللي هو القديم. يعني معظم الناس بتعمل اللي هي الريترو سيركل دي، تحط بس فلوريدا اللي هي ولايه فلوريدا طبعا، لان ديتونا بيتش، وبتكتب ديتونا بيتش بس. هتلاقي في افكار كتيره جدا جدا هنا في النيش اللي زي دوت. والنيش ده حرفيا كان امبارح تقريبا 150 او 200، فجاه مره واحده نطر على 700 وشويه، فده معناه ان عليه اقبال شديد من الديزاينرز ومن كمان الكاستمرز. النيش الثاني معانا ايه الاسبوع ده هو افوكادو بلاش. الافوكادو دوت من اكتر النيشز المطلوبه في فصل الصيف، هي والباينابل الاثنين دول. الافوكادو بلاش، البلاش ده معناه لما عارف لما تيجي تقطع اي خضار او فاكهه كده بالعرض، فالجزء دوت بيبقى هو اسمه البلاش. فافوكادو بلاش دوت من اكتر النيشات اللي ممكن تحقق مبيعات كتيره جدا جدا عليه، واللي ممكن تدخله في مليون نيش تاني غيره وتعمل ميكس مع حاجات كتيره جدا. لو جيت بصيت ده من اكتر النيشات اللي انا شفتها كويسه الاسبوع دوت، وعليها 133 ريزلت، يعني لسه بادئه الترند حالا. فدي فرصه كويسه جدا ليك انك تيجي وتعمل على الديزاين دوت شويه ديزاينات كده للافوكادو. ممكن تعمل باترن زي ده، ممكن تعمل رسمه بايدك زي ديت، ممكن تعمل مثلا اي حاجه، مثلا افوكادو لاف اي لاف افوكادو، ممكن تعمل اي حاجه عن الافوكادو وترفعها على الترند نيش دوت، وان شاء الله ان شاء الله هتحقق مبيعات عليه. النيش الثالث معانا ايه الاسبوع ده هو كامبينج از ماي لاف لانجويج. برضو موضوع له علاقه بالسمر اكتيفيتيز وفصل الصيف، فدي فرصه كويسه جدا انك تيجي تعمل ديزاينات على الكامبينج، لانه من اكبر النيشات الموجوده في مجال البرنت اون ديماند، عليه 133 ريزلت وترند. فدي فرصه كويسه جدا جدا ليك انك تيجي تعمل ديزاينات على الموضوع دوت. طبعا الترند الاساسي هو كامبينج از ماي لاف لانجويج، تحطها باي طريقه بقى، او تعمل شويه تكست وتحط خلفيه ريترو سيركل، ممكن تعملها باكتر من طريقه. واحد زي ده استعمل اليمنتس بسيطه جدا وكتب فوق كامبينج از ماي لايف لانجويج، واحد استعملها بالطريقه ديت، واحد بس كتب تكست بيز ديزاين، واحد استعمل حاجه زي كده. المهم انك تطلع بفكره خاصه بيك انت. وانا شايف ان من مستوى الديزاينات اللي موجوده، ان باسهل مجهود او اقل مجهود ممكن تطلع بفكره كويسه جدا جدا تبيع على نيش زي ده. النيش الرابع معانا ايه الاسبوع ده بقى وهو هايكنج از ماي ريتايرمنت بلان. عارف شويه ان عليه 1133 ريزلت، كبير شويه عن معظم النيشات اللي اتكلمنا عليها واللي هنتكلم عليها النهارده، بس برضو دوت ما يمنعش ان واحد من اكتر النيشات الكويسه جدا اللي انت ممكن تيجي تعمل ديزاينات عليها، واللي عليها افكار خرافيه من بعض الناس صراحه. في ناس بذلت مجهود كبير جدا جدا في النيش دوت، ودوت ترند بقاله تقريبا 3 ايام او 4 ايام. فدي فرصه كويسه جدا انك تلحق الترند ده في اوله، وبالذات لو انت عملت ديزاينات فعلا تلفت الانتباه، هترانك في البيجز
الاولانيه، ولو استعملت كمان شويه كي ووردز كويسه كده لو عليها لو ترافيك، هي دي اللي ممكن ترفعك ان شاء الله في البيدجات ديت وتحقق عليها مبيعات كويسه. النيش الخامس معانا بقى الاسبوع ده وهو بورن تو بي فيشنج ليجند، واحد برده من اكبر النيشات الفيشنج دوت، من اكبر النيشات الموجوده على البرنت اون ديماند وكمان على الانترنت في الفيشنج اكويبمنتس والسنارات والحاجات ديت، سوق كبير جدا. فدي فرصه كويسه جدا ان عليه 169 ريزولت بس، وفي فاذرز وماذرز كتير جدا بيحبوا يطلعوا فيشنج تريبس، يحبوا يطلعوا مثلا رحلات يصطادوا فيها سمك مع اولادهم وتلاقي العيله متجمعين، او يطلعوا كامبينج تريب مثلا وياخدوا معاهم السنارات ويبقوا مثلا الكامب يعملوا كامبينج جنب بحيره ويقعدوا يصطادوا. فدي فرصه كويسه جدا جدا انك تيجي تعمل ديزاينات بالمنظر اللي انت شايفه قدامك دوت، بس يعني مش لازم تكتب السنه، يعني ده واحد مثلا اجتهد شويه وعمل في الفورتيز والفيفتيز والسكستيز اللي هي السنه يعني دوت اللي هو في التسعينات، مواليد التسعينات، الاربعينات، الثمانينات، مش لازم تخش تكتب السنين، بس انت ممكن تعمل ديزاين حاجه زي كده مثلا بورن فيها فيشن ليجند وعامل زي 3 دي افكت في الديزاين ده، ممكن برضو يبيع عليه حاجات زي كده، حاجات زي كده ممكن تطلع بفكره خاصه بيك انت وان شاء الله تحقق عليه مبيعات. النيش السادس معانا الاسبوع ده هو plant grow at your own pace. البيز ده معناه الطبع او الوتيره. طبعا النيش البلانتس من اكبر برضو النيشات اللي موجوده على الانترنت، في ناس كتيره جدا جدا بتحب تشتري بلانتس وتزرع عندها في البيت وتلاقيها معلقين على الحيطه كده زرع بيبقى شكلها حلو جدا، وفي امريكا بيحبوا الموضوع ده جدا، وامازون عليه كميه كبيره من المنتجات الخاصه بالزراعه. بس لو انت عايز تتميز، لان انا بعد ما لفيت كل الديزاينات اللي موجوده هنا عايز تتميز بنوع تصميم عن البلانتس، واللي ما حدش في النيش دوت مستعمل الطريقه ديت او مستعمل الاليمنتس ديت، وهي الجابانيز تريز او الجابانيز بلانتس اللي هي الزرع الياباني او الشجر الياباني. في شجر صغير كده بيبيعوه بيبقى شكله حلو جدا، بيبقى نوعه ياباني، بيبقى شكله بالظبط عامل كده. الحاجات اللي زي دي ديت ناس كتيره جدا جدا بتحبها، وبيبقى في اشكال كتيره ليها جدا وبتبقى منظرها حلو جدا، بس مش ناس كتير بتستعمل الاليمنتس ديت في عمل الديزاينات بتاعتها. فديت فرصه كويسه جدا ليك انك تتميز، دي اكسكلوسيف انفورميشن للشانل بتاعتي بس. النيش التابع معانا بقى الاسبوع ده هو جيرل تريب تشيبر ذان ثيرابي. طبعا دوت برضه له علاقه بفصل الصيف والسمر اكتيفيتيز، لان الجيرلز تريب بقى بيطلعوا البنات يعملوا بس رحلات مثلا في دوله ثانيه، بيطلعوا يعملوا رحلات مع بعض مثلا في مدينه ثانيه او في ولايه ثانيه في امريكا. فدي فرصه كويسه جدا جدا انك تستغل نيش زي دوت في ان انت تخلي او تحط عليه طابع السمر، وان يبقى مثلا بنات مع بعضهم مثلا تشوف صوره البنات مع بعضهم وتكتب مثلا جيرلز تريب، بس مش لازم تكتب cheaper than therapy، وممكن تكتب I don't need therapy I just need a girls trip، وهكذا تبتدي تلعب في النيش بالمنظر دوت بحيث تطلع بحاجه كويسه جدا. تكست بيست ديزاين هيبقى شكلها كويس لو انت ما عندكش elements او صور تحطها على النيش، ممكن بقى تبدع في التكست والفونتس بتاعتك اللي هي الخطوط وطريقه ترتيبك للتكست، هي دي اللي هتلفت الانتباه. ديزاين زي دوت وانت بتمر كده تلاقيك هو ده الوحيد اللي لفت انتباهك من الباقي، ليه؟ مستعمل الوان كويسه ومستعمل برودكت مناسب وكمان مستعمل الفونتس بشكل واضح وصريح. النيش الثامن معانا الاسبوع ده وهو يوجا اون ماي مايند، وطبعا كلنا عارفين ان اليوجا من اكبر النيش مش بس في البرنت اون ديماند، بل كمان في منتجات اليوجا، لان طبعا ده يعتبر من اهم الفيتنس اكتيفيتيز، وكمان تعتبر من السمر اكتيفيتيز، لان في ناس كتير بتحب تروح بقى البحر وتروح الفورست وتلعب يوجا. فدي فرصه كويسه جدا جدا ليك انك تيجي وتبتدي على نيش زي ده، وبالذات انه عليه 163 ريزلت، فدي فرصه كويسه انك تلحق الترند من اوله. الافكار في النيش اللي زي ده كتير جدا جدا، بس الميزه في النيش ده بالذات ان مش كل الناس عاملين ديزاينات شكلها كويس، و باقل مجهود انا متاكد ان انت تقدر تعمل ديزاينات احسن من اللي موجوده هنا بكتير جدا، وترانك اب في البيجز بسهوله، وان شاء الله تحقق مبيعات عليه. النيش التاسع معانا باقي الاسبوع ده وهو easily distracted by airplanes. طبعا ايربلان اللي هي الطياره، وبما ان احنا ابتدينا موسم الفاكسين يشتغل جامد، والناس معظم الناس بقت تاخد اللقاح بتاع الكورونا، ربنا يعافينا ويعافيكم، بدات السفريات بين الدول والناس بدات بقى ترجع للسياحه مره ثانيه واحده بواحده، وبداوا يسافروا لدول ثانيه. فبيقول لك ايز ديستراكتد باي ايربلان، بحيث ان هم يربط بين ان خلاص بدات الدنيا تبقى مفتوحه شويه، وكمان بدات الناس تسافر وتعمل بقى فاكيشنز وعطل، طبعا بما اننا في فتره الصيف. ونيش زي ده هيبقى نيش كويس جدا وفرصه كويسه جدا لو انت
تعريف تربطه بالاحداث الواقعه، وان هي مثلا احنا في فصل الصيف، فيعني معظم الناس هنا عاملين لك طيارات حربيه، ومثلا طياره، لا انت لو عملتها مثلا طياره طايره فوق بحر او مثلا حاجه مثلا لها علاقه بالسمر، هتبقى شكلها احسن بكتير، وكمان هتبيع اكتر بكتير جدا من المنظر اللي انت حاطين، الناس اللي حاطين طيارات حربيه وطيارات بالمنظر دوت. يعني حتى ما حط شويه وقت او مجهود ان هو يفكر في ايه نوعيه النيش وايه علاقته بالناس اللي هتشتري الديزاين ده. النيش العاشر بقى والاخير معانا النهارده وهو بليز نو سبويلرز. فطبعا السبويلرز ده اللي هو لما يبقى مثلا قاعد مع واحد صاحبك ويقول لك اه شفت الفيلم الفلاني، اه ده جميل، البطل مات في النهايه، يقوم مبوظ لك نهايه الفيلم قبل ما انت تشوفه. فطبعا لو انت كنت ضحيه من ضحايا السبويلرز، فهو دوت اللي النيش كله معمول علشانه. بليز نو سبويلرز، انا من رايي الشخصي ان احسن طرق ان انت تطبق بيها نيش زي ده وهو الورنينج ساينز، اللي هي لوحات التحذير، الحاجات اللي بالمنظر ديت، اللي هي مثلا تلاقي على علامه النو ومكتوب سبويلرز جوه، او نو سبويلنج، او بليز نو سبويلرز، الورنينج ساينز والحاجات دي هي اللي هتاكل بشكل كبير جدا. ممكن تحط مايكروفون حاجه زي كده برضو، ممكن تبقى شكلها كويس، بس حاول ان انت تركز انك تخلي الديزاين بتاعك على الستيكرز اكتر بكتير من اي منتج تاني، لان هو دوت اللي هيبقى شكله كويس، ان ممكن تلزقه مثلا على الدفتر بتاعك او اللابتوب او الكمبيوتر او اي حاجه، تلزقها على طول عليها كده وبتدي منظر كويس. وبكده نبقى خلصنا اعلى 10 ترندات الاسبوع ده. هسيب لك كل الترندات هنا على الشاشه بحيث تاخد سكرين شوت او تسجلهم عندك وتشتغل عليهم طول الاسبوع. لو استفدت اي حاجه من فيديو النهارده ولو حتى جزء بسيط بس، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس، لان دعمكم ده هو اللي بيخليني اكمل شرح. لو عندك اي سؤال او اي استفسار في حلقه النهارده او الحلقات اللي فاتت، ما تنساش تقول لي تحت في الكومنتس، او تتواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.